الساحل الغربي لليبيا، العملية العسكرية لحكومة الوحدة الوطنية مستمرة، ومدينة الزاوية عنوانها. وبالمقابل الحكومة المعينة من البرلمان تنظر لما يجري بعين التصفية السياسية، فيما الأمم المتحدة تشدد على أن توحيد المؤسسات العسكرية هو الحل الأوحد لخروج البلاد من أزمتها. حمد، لوضعنا في صورة التطورات، ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، أهلا بك معنا. إذن ماذا عن تفاصيل هذه العمليات العسكرية التي تقول حكومة الوحدة الوطنية أنها لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، وهل من ردود فعل من الحكومة المكلفة من مجلس النواب؟ نعم سونيا، يمكن الحديث بداية عن الوضع الميداني في مدينة الزاوية. الآن تحليق مكثف لطائرات مسيرة في سماء المدينة، هذا بشهادات شهود عيان من المدينة. هذه الطائرات قصفت قبل ساعات كثير من الأماكن في مدينة الزاوية. بحسب ما ذكر شهود العيان أن القصف طال بعض مرافق تهريب المهاجرين، خاصة في منطقة المايا الواقعة شرق مدينة الزاوية، وهي معروف عنها أنها تحوي بعض المرافق غير الشرعية لتهريب المهاجرين. كذلك تحدث شهود العيان عن قصف لشاحنة تهريب الوقود وبعض الأوكار الخاصة بالعصابات المسلحة، وهي عصابات خارجة عن القانون، هذا بوصف الحكومة. الحكومة فعليا لم تصدر بيان وتبين ما يعني حصيلة الضربات الجوية اليوم والأماكن التي استهدفت، لكن الشهود تحدثوا عن ما ذكرناه منذ قليل. فيما يتعلق بمسألة ردود الفعل، ردود الفعل ما زالت متباينة بين الأطراف السياسية حيال هذه العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، بين مؤيد لها بأنها ستعمل فعليا على فرض الأمن في مدينة الزاوية، خاصة وأنها عانت لأشهر طويلة من فوضى أمنية وانتشار الجريمة. كذلك هناك من يقول بأن هذا ربما سيردع المجموعات المسلحة وسيقلل من عمليات تهريب البشر وحتى تهريب الوقود. في المقابل هناك رفض لهذه العملية العسكرية، نتحدث عن البرلمان، نتحدث عن المجلس الأعلى للدولة، وكليهما هناك حتى انقسام بين أعضاء هذين المجلسين. هناك ما بين مؤيد لهذه العملية ورافض، ومن يقول بأنها تستهدف خصوم الحكومة السياسيين وبأنها تجر المدينة إلى دوامة حرب جديدة. بالمجمل ربما نحن أمام ساعات وأيام طويلة لهذه العملية العسكرية، سنشاهد خلال الساعات المقبلة وقد نسمع الكثير من الضربات العسكرية، ليس في مدينة الزاوية، قد تشمل حتى مناطق أخرى، نتحدث عن مدينة صرمان، كذلك عن مدينة صبراتة وبعض المناطق الجنوبية كالعجيلات وغيرها. إذن نحن أمام ساعات مفصلية في العملية العسكرية، أيضا يقابلها انقسام سياسي، بالتالي كل هذه المعطيات قد تؤثر بداية على عمل لجنة 6+6 المخصصة لإنجاز القاعدة الدستورية، وبالتالي قد تعمل أيضا على خلط الأوراق فيما يتعلق بمسألة الذهاب إلى الانتخابات. سونيا، قد نتابع الآن التقرير الذي يرصد أولا ما حصل اليوم في مدينة الزاوية من قصف لبعض الأماكن، وأيضا بيان لحراك تصحيح المسار بالزاوية الذي دعم بشكل مباشر هذه العملية وقال بأنه يؤيد أي خطوات لهذه العملية العسكرية. كذلك رصدنا بعض ردود الفعل المتباينة حيال العملية العسكرية التي تشنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لنتابع. دوي انفجارات متتالية سمع في مدينة الزاوية وضواحيها غرب ليبيا وللمرة الثانية خلال يومين، نتيجة ضربات جوية بطائرة مسيرة. ضربات ضمن عملية عسكرية واسعة تشنها القوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قالت إن هدفها تطهير مناطق الساحل الغربي من العصابات الإجرامية. وبينما لم تحدد الحكومة المواقع التي استهدفتها، تحدثت مصادر محلية عن أن القصف طال عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والتجار بالبشر. في الوقت الذي نطالب فيه وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بمحاربة الجريمة والأوكار في مدينة الزاوية والساحل الغربي، داعمين جهودهم في ذلك. تطورات تؤكد الحكومة أنها في مرحلتها الأولى، وأن استعدادات قواتها لشن عمليات مماثلة في مدن عدة في طريقها للتنفيذ، ولن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.
يبدو أن الوضع الأمني في مدينة الزاوية يتجه نحو مزيد من التصعيد وسط ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية بين مؤيد لها دعما للأمن ورافض لها مخافة إدخال المدينة في دوامة حرب جديدة. احتواء الموقف الأمني المتدهور في الزاوية يتطلب القضاء على المتسبب فيه، هكذا يرى مؤيدو العملية في طرابلس وغيرها، بينما يرى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة اللذان يلتقيان في موقفهما الرافضي لحكومة دبيبة أن جوهر العملية برمتها جزء من مخطط لإقصاء الخصوم، ما يؤشر إلى مزيد من التأزم السياسي. ليبيا تحتاج إلى أن يكون هناك رأب للصدع، وتحتاج أيضا إلى آليات لحماية ذلك إذا كان ذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويجب أن يصاحب ذلك إجراءات قانونية عن طريق النائب العام. وما زال الوضع الأمني في غرب ليبيا يعاني مشكلات كبيرة، بين مجموعات مسلحة حكومية وغير حكومية تتصارع فيما بينها على مناطق النفوذ ومنافذ التهريب. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس. إذن هذه ربما أبرز ما حصل اليوم في مدينة الزاوية، كذلك ردود الفعل. ربما تابعنا الآن بعض الأخبار الواردة من مدينة الزاوية بأن الطيران المسير قد قام بقصف بعض الأماكن أخرى، أماكن أخرى في مدينة الزاوية. إذن المدينة ستشهد خلال الساعات المقبلة الكثير من الغارات الجوية التي تشنها الحكومة ضمن عملية أسمتها تطهير الساحل الغربي من العصابات الإجرامية. شعبيا هناك أيضا انقسام فيما يتعلق بهذه العملية بين مؤيد ويقول بأن يجب أن تشمل ليس من مدينة الزاوية ولا حتى الساحل الغربي، وإنما مدن ليبيا خاصة المنطقة الجنوبية التي تكثر فيها الكثير من المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون. كذلك هناك من يقول بأن هذه العملية قد تدفع فعليا ليبيا إلى المزيد من الاستقرار والاستتباب الأمني نحو إجراء المزيد من الإصلاحات فيما يتعلق بهذا الجانب لإتمام الاستحقاق الأهم، وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينتظر أن تنتهي لجنة 6+6 من إعداد قاعدة الدستورية، وبالتالي الجميع مترقب لنتائج هذه العملية العسكرية وتأثير وتداعيات هذه العملية العسكرية على المسار السياسي. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الناصر خالد، كنت معنا من طرابلس.